نعود إلى موضوع الاقتصاد الصيني. كنا تحدثنا قبل قليل عن آخر التطورات في الأسواق الصينية، ولكن الاقتصاد الصيني أظهر بعض الإشارات على الانتعاش في شهر يناير هذا الشهر طبعا، خصوصا وأن البلاد بدأت تخرج من سياسة صفر كوفيد التي استمرت لقرابة 3 أعوام. مؤشر بلومبرج الذي يقيس النشاط الاقتصادي ويعتمد على 8 أساسيات أو مؤشرات أولية، هذا المؤشر سجل تحسنا طفيفا خلال هذا الشهر، وبذلك اقترب من الحد الذي عادة يفصل بين النمو والانكماش، كما نرى هنا على هذا الرسم البياني الدائرة أو نصف الدائرة، هنا اقترب من اللون الرمادي وبالتالي بدأ يقترب من حالة النمو بعد أن كان في خانة الانكماش في الأشهر الماضية. البيانات تتزامن مع عودة نشاط السفر دون قيود خلال عطلة رأس السنة القمرية، ذلك كان لأول مرة منذ جائحة كورونا، وبالتالي هذا عزز الكثير من الحركة الاقتصادية. يذكر طبعا أنه البلاد كانت قد سجلت في هذه المرحلة أي في هذه العطلة أكثر من 300 مليون رحلة داخلية، أي ما يعادل 90% من مستويات الرحلات ما قبل الجائحة، طبعا هذا وفقا لبيانات رسمية صينية. نبقى في الصين ولكن على صعيد الأسهم، أكثر من 20% من المكاسب سجلها مؤشر CSI 300 الصيني منذ بلوغه القاع في أكتوبر ليدخل بذلك في سوق صاعدة. الارتفاعات جاءت بدعم من المعنويات المتفائلة في السوق وسط انتعاش نشاط السياحة الداخلية في البلاد خلال العطلة، حيث ارتفعت مبيعات تذاكر السينما وتجاوزت حجوزات الفنادق ودور الضيافة والمواقع السياحية الرقم المسجل في الفترة ذاتها من العام 2019. هذه البيانات طبعا الإيجابية تمهد الطريق أمام الأسهم الصينية لتحقيق مزيد من المكاسب، فيما أشارت سيتي جروب إلى احتمالية رفع توقعات نمو اقتصاد الصين هذا العام من نسبة 5.3% المتوقعة حاليا على خلفية الطلب المثبوت الذي من شأنه أن يقود انتعاش اقتصادي يأتي في وقت أقرب من المتوقع. هذا وأحرزت أيضا الشركات الصينية تفوقا مبكرا هذا العام على نظيراتها في الولايات المتحدة وأوروبا من حيث صفقات التمويل، حيث جمعت الشركات الصينية 8 مليارات و100 مليون دولار من خلال صفقات بيع أسهم إضافية وطروحات عامة أولية من شنغهاي إلى نيويورك منذ مطلع يناير، مقابل 4 مليارات دولار جمعتها الشركات الأمريكية ومليار و100 مليون دولار جمعتها الشركات الأوروبية. يعني وهذا يقودنا مرة جديدة إلى الحديث الذي كنا يعني أو إلى النقطة التي كنا نتحدث عنها قبل قليل، هذا الزخم الذي عاد إلى الأسواق الآسيوية وربما تفوق بعض القطاعات في الأسواق الآسيوية على نظيراتها العالمية الأمريكية والأوروبية على وجه التحديد.